جهاز تقطير الكحول، جهاز غير تقليدي يستخدم لتحضير نوع خاص من الكحول المنزلي المقطر. يختلف هذا الجهاز عن الأجهزة التقليدية المشابهة في كونه لا يتفاعل مع السوائل، وبالتالي فهو لا يسبب أي روائح سيئة للمحلول المقطر، وذلك لاحتوائه على أنابيب نحاسية والتي تربط الجزيئات بالكبريت ليتكون كبريتيد الهيدروجين، والذي بدوره يكون كبريتات النحاس. الجدير بالذكر أن تقطير هذا النوع من الكحول باستخدام جهاز آخر بخلاف جهاز التقطير المسجل هو أمر غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم بلدان العالم. لايف سايبر. إذا كنت من عشاق الخروج للتخييم في البرية، إذن فسوف تحتاج إلى هذه الأداة المذهلة بالتأكيد. لايف سايبر هي أداة متعددة الاستخدامات، فهي تعمل كجهاز تنقية سريع للمياه بتقنية الأشعة فوق البنفسجية. في خلال دقيقتين فقط يمكنك الاستمتاع بشرب مياه نقية وصحية. الأداة مزودة أيضا بمصباح قوي بالإضافة إلى صافرة انذار بقوة 85 ديسيبل مفيدة في حالات الخطر، هذا بجانب جزء خاص إضافي لإشعال النار، والذي يعمل بقوس بلازما مقاوم للرياح والأمطار، ينتج شررا بدرجة حرارة 93 درجة مئوية. وأخيرا ميزة إضافية للجهاز لايف سايبر، وهي إمكانية استخدامه كباور بانك، لذلك فهو مزود بمنفذ USB. أما شحن الجهاز نفسه فيحتاج فقط إلى تدويره لبعض الوقت ببساطة بمساعدة مقبض خاص. المرحاض الذكي. مرحاض ذكي ذو خصائص إلكترونية غير عادية، فغطاء المرحاض مزود بتكنولوجيا عالية مقارنة بالمراحيض التقليدية. يمكن تركيب هذا المرحاض على أي مرحاض آخر تقليدي بسهولة. المرحاض مزود أيضا بوسادة خاصة لراحة المستخدم، بجانب وظيفة التجفيف التلقائي والقدرة على ضبط اتجاه ودرجة حرارة الماء. بواسطة إعدادات البرنامج يمكنك ضبط الإغلاق البطيء التلقائي لغطاء المقعد بعد الاستخدام. ستيل بي ريزور سايفر. بمرور الوقت ومع الاستعمال المتكرر تفقد حتى أفضل أنواع شفرات الحلاقة كفاءتها بفعل الصدأ أو التأكل، فتقل حدتها وتزيد فرص التعرض للإصابة بالجروح أثناء الحلاقة. ولحل تلك المشكلة ابتكرت حافظة خاصة للشفرات. الحافظة مصنوعة من البلاستيك عالي الجودة، وتخلق ما يشبه الدرع البخاري الجزيئي لحماية الشفرة من التأكل، فتطيل من العمر الافتراضي للشفرة بمقدار 3 أضعاف. تتمدد الحافظة بسهولة، لذا فهي مناسبة لمعظم أدوات الحلاقة الرجالية والنسائية أيضا، كما تحتوي على فجوات لضمان تدفق الهواء من أجل جفاف سريع للشفرة. الحافظة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وفريدة التصميم. أما العمر الافتراضي فقد يمتد حتى 2 كاملين، ما يساعدك على توفير العديد من الشفرات. سنايبر آيرون كلاد أند لايتر موديول. ساعة أنيقة مزودة بقداحة تم تركيبها كوحدة منفصلة تشبه الساعة منظار الليزر الخاص بالأسلحة، وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ولها سوار جلدي ومطعمة ب25 قطعة مجوهرات. غطاء القرص مصنوع من زجاج الياقوت المتين والمقاوم للخدش. الساعة بالكامل مقاومة للماء، وهي أنيقة وقوية وعالية التحمل. أثاث قابل للطي. مع قطعة الأثاث المدهشة تلك سوف يمكنك توفير مساحة أكبر في المنزل. القطعة عبارة عن جدار متحول، أثناء النهار يتحول إلى مكتب، وفي الليل يمكن تحويله بسهولة إلى مكان مريح للنوم. المدهش هو أنك لن تضطر إلى إزالة المحتويات في كل مرة، وهذا في حد ذاته ميزة مريحة ومناسبة للكثيرين. 3D سيمو مالتي برو. أداة رائعة بامتلاكها يمكنك الاستغناء عن ورشة عمل كاملة. تأتي الأداة مرفقة بعدة ملحقات سهلة الفك والتركيب. بواسطة تلك الأداة المدهشة يمكنك عمل رسومات ثلاثية الأبعاد على جميع أنواع المواد. يمكنك استخدامها أيضا كأداة حرك قوية لتشكيل الجلد والبلاستيك والخشب، أو كأداة لحام يمكنها التسخين حتى درجة حرارة 490 درجة مئوية فقط خلال
20 ثانية أو كأداة قص للفوم، والتي تعتبر ضرورية بالنسبة للمصممين والمهندسين المعماريين والذين يحتاجون إلى عمل الكثير من النماذج. هناك أيضا ملحق خاص يحول الآلة إلى أداة حفر لاستخدامها في النقش والقطع، كل ذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كمفك براغي. كريدت كارد هولدر، محفظة صغيرة الحجم وعملية مصممة خصيصا لحمل بطاقات الائتمان. يمكنك الاحتفاظ بداخلها بست بطاقات ائتمان في نفس الوقت بشكل مرتب، لكل بطاقة مكان خاص. بضغطة زر واحدة يمكنك سحب بطاقة الائتمان التي تريد. المحفظة مزودة بخاصية حماية ضد أجهزة المسح، وهي تحتوي أيضا على جيب صغير خاص للاحتفاظ بنقود. على الرغم من سعتها الكبيرة، إلا أن المحفظة تبدو صغيرة وغير مكتنزة. المحفظة مصنوعة من الجلد الطبيعي، لذلك فهي عالية الجودة وقوية التحمل وأنيقة المظهر. المنتج متاح بعدة ألوان يمكنك الاختيار من بينها. النعال المضيئة، نعال منزلية غير عادية مزودة بإضاءة. النعال مناسبة للأشخاص الذين يستيقظون خلال الليل بشكل متكرر. الحذاء مزود بخلايا ضوئية يتم تشغيلها تلقائيا في الظلام، هذا بالإضافة إلى مستشعر الجاذبية يتوقف عن العمل تلقائيا عند إعادة الضبط. تعمل الأضواء بواسطة بطاريات عادية موجودة في الموصل أسفل النعل. مع هذه النعال سوف تتمكن من السير في أرجاء منزلك في الظلام دون الخوف من الاصطدام بأي شيء. فينتيج لايتر، قداحة لطيفة ذات مظهر كلاسيكي تتميز بتصميمها الفريد. القداحة سهلة الفتح والتشغيل، حيث يفتح الغطاء بسهولة ويخرج اللهب في نفس الوقت، ويكون اللهب الناتج قويا وثابتا. تعمل القداحة بالكيروسين وتتم إعادة ملء الخزان من خلال الناحية السفلية. القداحة مصنوعة من مواد ممتازة عالية الجودة كالنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ، وهي متاحة بعدة ألوان مختلفة ورائعة. جيلات هيتيد ريزر، شفرة حلاقة مبتكرة من جيلات لحلاقة يومية ممتعة وناعمة. زود المطورون الأداة الجديدة بشريط حراري متكامل يسخن خلال ثواني معدودة. في الأداة هناك مستويان للتسخين، إما لدرجة 43 درجة مئوية أو لدرجة 50 درجة مئوية. كما يوجد مؤشر ضوئي يضيء إما باللون البرتقالي أو الأحمر على حسب وضع التسخين المفعل. تحتوي الأداة على 5 شفرات و قرص مرن لضمان حلاقة سريعة ومريحة. تغيير العبوات سهل للغاية، كذلك فالشفرة مقاومة للماء تماما، لذا فيمكنك استخدامها أثناء الاستحمام. تكفي شحنة الواحدة للبطارية الاستخدام حتى 6 مرات، ولإعادة الشحن فقط ضع الأداة على المنصة المغناطيسية الخاصة بالجهاز. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات اي من الادوات المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد اعجبتكم اكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. ولا تنسوا ايضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.